طبعا شكرا جزيلا لزميلتنا المبدعة رفل على هذه الجولة، وشكرا لمديرية الدفاع المدني، وشيء أكيد هاي إجراءات استباقية للتعقيم حفاظا على سلامة المواطنين. شكرا للجهود المبذولة. طيب إذا خلونا وياكم مشاهدين الكرام ننتقل مباشرة لمحورنا الأساسي بحلقتنا لهذا اليوم. محورنا اليوم لحت نيرة ليان القدسي. من هي ليان؟ ليان هي شابة عراقية طموحة حلمت وحلقت خارج السرب بمراحل الدراسة. ليان حبت بأنه ما تكون حالها حالها بقية الناس الآخرين اللي يبحثون عن وظيفة، لا هي حبت تتميز، حبت أن تكون مميزة بزمن تخلبت بالمشاريع الإنثوية التجميلية على المشاريع الثقافية. إذن مشاهدينا اليوم ليان أثبتت أن الأفكار البسيطة راح تتحول لمشاريع عظيمة إذا أنتوا سعيتوا وحاولتوا تحققون هذا الشيء، وأيضا أن هذا المشروع قد يكون عظيم يمنح أبناء المجتمع الوعي والثقافة وبالتالي يأخذ نتائج الأدبية. وكثير من التفاصيل راح نتحدث عنها مع ضيفتنا لهذا اليوم ليان القدسي، لكن بعد هذا الفاصل. إذا نورتنا باستوديو صباح يوم جديد ضيفتنا العزيزة ليان القدسي، خلونا وياكم ونرحب بها. صباح الخير على عيونك يا ليان. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. شكرا جزيلا اليوم على استضافتي هنا. حياك الله، نورتينا. الله يخليك نوركم. بداية خلينا ندخل بالأسئلة يا ليان. نعم. أغلب الأشخاص اللي يأسسون لنفسهم مشاريعهم الخاصة بالكبر تكون عندهم أو إلهم طفولة مختلفة، برأيك شلون كانت طفولتك؟ هل من النوع اللي كانت تقليدية هادئة متعبة شقية؟ احكي لنا أكثر عن هذه المرحلة. ما أعتقد طفولتي كانت جدا مميزة. ولا أني من عائلة تحب القراءة، ولا كان عندنا مكتبة بالبيت. طيب مكتبة صغيرة حال المكتبات الموجودة في البيت اللي بيها المجلات وبيها الكتب. شلون ايش كنت طفلة؟ من يا نوع شقية؟ لا كنت هادئة عاقلة. مبين عليك. ولحد الآن ظلت هادئة. شلون جتك هاي الفكرة يعني؟ فكرة المكتبة إذا أصلاً ما كان متوفر هذا الشيء في بيتكم يعني؟ يعني من كبرت من صرت بالجامعة اكتشفت إنه عندي أصدقاء يقرؤون ومطلعين، وأنا كانت معلوماتي قليلة وثقافتي قليلة. خلينا نقول البيئة يلي حواليك هي اللي أثرت على ليان. أكيد طبعاً إنه نحن بالأخير إحنا نتيجة تراكمات وتربية. فمن اكتشفت إنه أنا فايتني كل شيء هواية، كل اللي كنت أقرأ يعني حالي حال هواية طلاب خلينا نقول أو اللي بعمري كنا بالإعدادية نقرأ أجاثا كريستي. طيب. أوكي ما عندي أي طلع ثاني على أي شيء. قرأتي كتب هواية بحياتك؟ لا يعني أعتبر نفسي إنه أنا متأخر بديت أقرأ. يعني بديت أقرأ وأنا عمري بداية العشرينات. طيب. فبينما عندي أصدقاء منهم وصغار أهاليتهم عندهم مكتبات عملاقة بالبيوت وقارن. لا أقصد برغم إنه شوفين نفسك متأخرة. أي طبعًا. أكيد طبعًا بعدين حاولت. أي بس شو يصير عندك بعدين إنه أنت تريدين تلحقين. تقولين تريدين سباق تريدين تقرين إيش قد ما تصيرين حتى تعوضين. سباق المعرفة إحنا نقول حتى ياهل يعرف معلومات أكثر. يعني إحنا نريد نسأل السؤال إنه ليش اختاريتي اسم مكتبة درج بالتحديد يعني؟ إلا قصة صغيرونة. والله كنا يعني. اسمع. أكيد. كنا نبحث أنا وصديق عن الاسم إنه شنو اللي ممكن نسميه. فكانت أكيد انطرحت كل هواية أسماء منها تقليدية، فكانت أكو صورة دز لي إياها شخص ثالث كانت كتب والكتب صفها أكو كعب. زين. أوكي فإنه بارتفاع الكعب مال الحذاء بنت أكو كتب. فكانت جت إنه هاي باي إنه أنت كل ما تقرأ كتب تصعد درج. وبعدين بالضبط فصار إنه إجا درج إنه أنت كل ما تقرأ كتاب تصعد باي بسلم العلم والمعرفة. خوش موضوع طبعا حتى الاسم بمعنى يعني شوف. فهذا منها إجا تسمية درج. طيب ليان زين انت ما تخوفتي من فشل هذا المشروع؟ انت تعرفين انه القراءه والمطالعه انه بهالوقت انه ماكو عليه اقبال من الناس يعني. صراحه انا ما فكرت اسوي مشروع الخاص، كنت افكر انه شنو الشيء اللي لازم اسويه بس بفائده اللي بنفس الوقت فائده المحيط،
ما كنت افكر بس انه يكون تجاري 100%. فدائما لازم تبحث شنو السوق، شنو يحتاج، شنو عندك نقص. احنا سوقنا محتاج كل الثقافه، يعني احنا عندنا اوكي احنا من زمان عندنا سوق المتنبي وعندنا المكتبات عظيمه وعريقه بي، اكيد اكيد. بس سنتر واحد، بينما مثلا تريد تسافر برا تشوف اكثر شيء اكو متاحف ومكتبات. احنا داخل المدينه عندنا متحف ولا مكتبه تقريبا، او اكو 3-4 مكتبات كلش قليله داخل اللي هي خارج المتنبي وداخل المدينه. ففكرت انه اني اسوي انشر المكتبات، لهذا بلشت بزوايا صغيره داخل مطاعم وكافيهات. كنت استهدف تجمعات الشباب. استغلت يعني وقت الانتظار بالمطالعه، يعني كانت هدفك من الفكره. بالضبط، انه هو بدال ما اللي ما يروح المتنبي انا دا اسوي العمليه عكسي، انا دا اجيب له الكتاب ليمه. هو جاي دا يتونس وقاعد يجوز دا يلعب دومنا، دا يلعب ورق، جاي دا يقضي وقت، راح يصير مكتبه قدام عينه. فكانت هاي الفكره، بديت بنقاط صغيره وبعدين يلا فتحت قبل 3 اشهر الفرع الرئيسي اللي هو مساحتي الخاصه. يعني بالعكس بديت. يعني خلينا نقول انت من النوع الاشخاص اللي يشجع على افتتاح مشاريعهم الخاصه والمجازفه بدل الاعتماد على الوظيفه. اكيد انا افضل، اعتقد واؤمن ان القطاع الخاص هو الافضل بالعمل. اول شيء على الصعيد الشخصي هو يضيف لك خبره، علاقات متينه، صح، شبكه علاقات تكون افضل، تتطور به، وضعك الاقتصادي يكون احسن، بالتالي يعني حتى اقتصاد البلد هو معتمد انا اعتقد على القطاع الخاص اذا مزدهر اكثر من القطاع الحكومي. زين انت باحدى اللقاءات اللي كنت بيها قلتي انه هذا المشروع طورتيه وصار انه عليه اقبال وقراء، صنع القراء اليوم بالتحديد، شلون قدرت تحققين تصنعين قراء؟ يعني يعني اتخذت خلينا نقول خطه للعمل، حتى انه انت شلون اول شلون تجذب الناس مو بس انا ما تريد بس ابيع، فلهذا صارت عندي موازاه البيع كتب، صارت انشطه ثقافيه. حلو. فالانشطه الثقافيه كانت انه تنطي ادوات الكتابه. انت شوف هواي هسه عندنا شباب كلش هواي عندهم طاقات وبالكتابه كلش حلوه، وممكن انه يطلع منهم نتاج ادبي جيد، بس يحتاج التوجيه. فبدل ما يروح راسا يطبع وبعدين مثلا ممكن يتعرض للانتكاسه او انتقاد، لا تمكنه حتى بعدين تطلع الماده الادبيه باشرافكم، يعني تحاولون تاهلون. اكيد طبعا انا كنت يعني مجرد انه ارتب اخطط للورش او الانشطه. طيب. واتفق ويا اساتذه، كان عندهم استاذ احمد سعداوي، كان دكتور احمد الضفيري، والسيشنات اللي كنت يعني مثلا انه حتى لو يوم واحد كنت احاول اجيب حتى منهم شباب اللي هم عندهم المعرفه والامكانيه انه ينقلون الخبرات. فنعرف درج بهذا اكثر من بيع الكتب، انه اكو انشطه ثقافيه تقام بهاي المكتبه. طيب مشروع درج ايش قد يستقبل رواد اليوم؟ رواد بصراحه حالي حال هواي المكتبات، يعني هو مو عدد ثابت بس تقريبا، يعني ما تقدرين تقيسين عدد الزباين. احنا يوم يوم يعني يفوتون 2-3، يوم يفوتون 10-15 واحد المكتبه. يعني طبعا هاي يتاثر، احنا تعرفين وضعنا بالعراق يتاثر بالسوق، بالوضع السياسي وهاي الامور تاثر هسه كورونا. زين انت عندك اكثر من نقطه للكتب، لكن وصلتي لنقاط احنا نقول خارج المحافظه، وبالتحديد انا شيء لمسني كمصلاوي، يعني حتى كان عندك مكتبه بالموصل. شلون وصلتي وشلون حققتي هذا الوصول لذيك المنطقه بالتحديد؟ بصراحه هو كانت عن طريق الصدفه، يعني انا ما كنت ناويه افتح بالموصل، فصارت اول شهر، بعد اول شهر من افتتاح درج اجى شخص كان مقهى قنطره الثقافي. قنطره القديمه. اي نعم، لا هو المقهى اسمه مقهى قنطره الثقافي. صح، يعني مدير المقهى كان موجود ببغداد والتقينا، قررنا انه ينتقل درج ايضا للموصل. حلو. زين شفتي تفاعل هناك؟ بصراحه انا يعني اغلقت هاي النقطه قبل 3 اشهر. ليش؟ بالموصل. ليش؟ اول شيء كانت الاوضاع بالموصل ما مثل ما صعبه، كبدايه طالعه من الازمه يعني. اي يعني كان التوقعات تختلف، كان يعني عده مشاريع انتقلت للموصل. فانا اخترت بعدين انه انسحب من الموصل اركز على بغداد. بالضبط. وبعدين انه اكيد
بالمستقبل ان شاء الله يعني اكيد راح نتعلم مع بعض. ليان انت اليوم حققتي نجاح كلش حلو بمشروعك الخاص بيك، حابين نعرف من خلالك شنو هي الصفه اللي ممكن تتواجد بالبنت حتى من خلالها تفتتح مشروعها الخاص بيها وتنجح بيه، شنو هي الصفه؟ يعني اهم صفه هي الثقه واعتماد على النفس والاستقلال المادي. استقلال المادي والثقه بالنفس اكيد طبعا، وتحتاج ثقه الناس بيه، تحتاج ثقه اهلها بيه، وتحتاج بالضبط مساحه من الحريه حتى تقدر تتنقل، حتى تقدر تلتقي بالاشخاص، حتى تقدر تنظم امورها، يعني ما تقدر مو تظل تفكر بالقيود اللي احنا يعني منها البنت العراقيه لهم دور خلينا اكيد دول. طبعا لانه اذا بدون دعمهم ما راح تقدر تسوي اي شيء، راح تظل تفكر انه ترجع بالبيت من وقت، ما تقدر تروح لفلان مكان لانه هذا المكان بس رجال انا ما اقدر افوت، لا هاي القيود اذا ما تخلص منها ما راح تقدر تسوي اي شيء. إذا تنصحين الناس من خلال تجربتك أن يأخذون قروضهم الخاص بهم حتى يفتحون مشروع الخاص به ويبدي كبداية مشروع خاص به، يعني بعيدا لإيجاد طرق بديلة، يعني بعيدا عن فكرة التعيينات وهاي الأمور كلها اللي ما راح يحصلها المواطن، فتنصحين بإيجاد طرق بديلة؟ أكيد، هي القروض بصراحة هي تحدي كلش كبير، هي موجودة، يعني أنت من تروح للمصارف تشوف أكو قروض للمشاريع الصغيرة، نعم، بس تجي الشروط تعجيزية جدا، يعني انت مضطر بالاخير ترجع لموظف حكومي لان انت محتاج كفيل زين، احنا كل الموظفين كافلين كل الموظفين فمنتجي يعني تدور على كفيل ماكو مجال او تضطر انه ترهن عقار، وهاي تعرف احنا صعبة لانه صعب ما نعرف شنو وضع البلد، يعني هو اللي محتاج اكيد ما عنده عقار حتى يرهنه، او حتى لو عنده فهو يتخوف، انت ما تعرف وضع الوضع مغامرة. شنو بالضبط، ممكن يوقف المصرف، ممكن اي شيء، يعني احنا ظروفنا النهائية ما تنحدد. اذا نصيحتك شنو هي؟ اوكي، هو القرض هو اول شيء لانه ماكو غيره، فبس تحاول انه تجيب الموظفين باي طريقة، او انت تعتمد على نفسك وتفتح مشروعك. اي بالضبط، انه حتى لو تجمع مبلغ صغير بالضبط. وتدخل شراكات، ممكن تدور على مستثمرين، المستثمرين هو خيار جدا ممتاز، بس نرجع للموضوع انه المستثمر ما عنده الثقة بنجاح المشروع. صح. ليش؟ صح. لانه احنا همينا ما مو بس هو، يعني الخلل مو بس من جهة المصارف او المستثمر، احنا ايضا خلينا نقول كشباب عراقيين احنا غير مؤهلين بالغالب لإدارة المشاريع، لان احنا تخرجنا من جامعات ما اهلتنا للقطاع الخاص ولا احتياجاته، احنا مجرد نتخرج بخبرة اكاديمية ما عندنا اي ادوات ولا نعرف شنو السوق يحتاج، فنضطر ندخل للورش وللتدريبات ونروح نسافر حتى نتعلم حتى نجيب خبرة حتى ندير مشاريعنا، فالمفروض حتى يعني الخطوة حتى من وزارة التعليم تبدي، يعني تدخل مناهج إضافية للجامعات للطلاب بمراكز التدريب المهني الموجودة حتى داخل الجامعات، يعني تشتغل على الطلاب لأنه مستحيل هسه راح يغيرون كل المناهج، بس لازم أنه يوجهوهم لهذا الشيء. طيب، فيما يخص مشروع درج، سمعنا بأنه اتطور حتى يصبح دار للطباعة وللنشر مو فقط كمكتبة للتثقيف، ليش فعلتي هذا الجانب ما اكتفيتي أو اقتصرتي بالفكرة الأولى؟ صراحة حركة النشر والطباعة بصورة عامة ازدهرت كلش بالسنوات الأخيرة. طيب. دور النشر تطلع نتاج عظيم، سواء بالنتاج العربي أو التراجم، فحلوة المنافسة بهذا المجال، إضافة أنه ممكن أنت من تكون ناشر تقدر يعني مو تحط قيود وانما تحسن من النتاج اللي دا يروح للسوق، فممكن انه انت توجه الشباب تعاون وياهم اكثر، ممكن انت مو مجرد انه انا اذا جاني شاب حرفضه اقول له انت لانه ما معروف او تجربته كلها، ممكن انه انا حساعده انه النشر انه اعيد صياغه تتحرر بصوره صحيحه الطريق، يعني او مثلا العقبات اللي مريتي بيها، يعني ممكن حتى انه انصحه انه ياجل المشروع، انه يعني هو ما انه من دعم الشباب خاصه البنات طبعا. نصيحه مهمه خاصه يعني قبل قيام باي خطوه. زين، الكتاب العراقيين اليوم يفضلون المنتج العراقي بالطباعة والنشر لو بعدهم يسافرون برا العراق بنتاجاتهم للخارج، يعني علوا عسى أنه يتم طباعتها ونشرها، أنت تعرفين بعد يعني دي يطبعون
يعني عم الدور النشر العراقية، الدور النشر العراقية اسمع كبيرة يعني مو قاصرة ابدا. بس انه نحكي على موضوع الطباعة نفسها، الطباعة بدها تنطبع خارج العراق بدها ترجع تجي بدها تنشحن لانه احنا ما عندنا مطابع جيدة لغاية الان حتى تطلع الكتب صورة جيدة، بس تحت اسماء الدول العراقية يعني كجودة تقصدين؟ اي دا اقصد على الجودة طبعا، اما باقي الامور هي جيدة فقط كالجودة يعني. اي بس هي يعني هي نفسها اقصد الدول العراقية بدها تطبع مثلا ببيروت او بتركيا او بايران، بس اكيد نعم. يعني اكيد انا افضل كاتب عراقي، افضل انه اتعامل ويا دار نشر عراقيه نعم. كبيره. ما دام انه انت متخصصه نقول في هذا المجال، وبالتحديد انه انت كلش تتحفزين الناس على القراءه، فهل يا ترى راح تسعين انه تحققوا من خلال درج هذا الشيء يكون موجود بجوده عاليه في العراق؟ قصدك الطباعه؟ طباعه يعني احنا نتمنى تكون هي المطابع تختلف عن شغل الدار. اكيد اكيد يعني انا ما عندي مطبعه، انا دار ما عندي مطبعه. تتعاملوا ويا مستثمر؟ مستثمر احنا نتمنى، بس شلون تقنع المستثمر يجي يسوي هذا المشروع؟ اذا لك الجو اليوم استضافيناك حتى تقدمين عرض من خلال الجو يعني. احنا نتمنى المستثمرين يعني المستثمرين الدعين. طبعا حتى المستثمر او مثلا النوبات تبحث عن راعي للانشطه الثقافيه، مو الكل مهتم، اكو شركات قليله مهتمه لانه نوبات هي حابه المشروع وتحب تساعده، بس يتخوفون انه الجانب الثقافي ما بي الناس او الوصول اللي هم يردوا له او الدعايه المطلوبه. بالاخير هو يطلب منه انه يعني يوصل منتجه همينه عن طريق اذا دعمك فهو يدير الدعايه. فهمينه هاي مشكله كلش كبيره انه انت الجانب الثقافي يعتبروا مو هم الناس اللي يريدون يوصلوا لهم، والمستثمر يتخوف، فيبقى يعني حيبقى الجهود متواصله انه لا هذا انت الجهود امور عزيزي المواطن الكريم. طبعا نعتذر على هذا الخلل الفني الحاصل، وبعدنا مستمرين ويا ضيفتنا المميزة وليان القدسي. وصلنا لنهاية المحور طبعا أصلا هو، فبقينا السؤال الأخير لأنه دائما الأجوبة هي مهمة من كل ضيفة بحلقتنا ومحورنا، فنقول لك شنو هي طموحاتك ورؤيتك المستقبلية لمشروع درج أو في مجالات جديدة حابة أنه تخوضيها إن شاء الله مستقبلا؟ بصراحة أنا ما حبيت شتت، فناوية أبقى بدرج. درج راح يكون إن شاء الله رئيسي لمؤسسة ثقافية إن شاء الله معنية بالشأن الثقافي، مو بس مكتبة، مو بس يعني دار نشر، لا أنا حتى يعني أنظر لأنه راح يكون إحنا ما عندنا خلينا نقول مؤسسات كاملة أو معنية تماماً بهذا الشأن، فحابة أن تكون بهاي الصورة بالمستقبل إن شاء الله. إذا اللي قصي أنت اليوم مثل الإبداع والطموح بهذا البلد، ومثل لكل مرأة عراقية طموحة، وأيضا لكل شاب سواء كان اليوم مثلنا مو شرط أن يكون رجل أو مرأة، هو إنسان بالتالي طموح. أكيد. شكرا لك ولحضورك، وأكيد أن إن شاء الله لقاءات بعد تطوير مشروعك ونجاحات المستمرة. إذا مشاهدي الكرام متواصلين وياكم ويا برنامجنا الصباح لهذا اليوم ويا فقرات عديدة، لكن بعد هذا الفاصل.